خلينا نروح للكابتن في البدايه. يعني غريبه لما يبقى بطوله 16 سنه ومصر كلها متابعاها بالشكل ده وفيها سسبنس غريب جدا. يعني كلمنا عن النهائيات بالاخص يا كابتن. هي اولا الحمد لله ده كرم من عند ربنا يعني المكسب. الحمد لله. لا بطوله صعبه جدا واتحاد مصر كان مديها اهتمام كبير لانها فيها اقوى ست فرق تقريبا يعني في الباسكت بول عامه في مصر. اهلي زمالك اتحاد الجزيره سبورتنج سموحه. فاتحاد الباسكت كان مديها اهتمام كبير جدا. كانت بتلعب في صاله حسن مصطفى تقريبا اكبر صاله في مصر بتلعب فيها كاس عالم هاندبول. بطوله صعبه جدا ست فرق اقوى من بعض. يعني لو سالت اي حد داخل البطوله اي مدرب من السته مش عارف سالته هيقول لك السته ممكن ياخدوا بطوله عادي. فمن اصعب البطولات. حتى يعني كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئين بعد الجيم بارك لي قال لي دي من اصعب البطولات اللي احنا لعبناها في تاريخنا. بالظبط كده. فبطوله صعبه جدا 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 وقويه جدا منافسه كبيره جدا جدا. يمكن الفرحه بتبقى على قدر المجهود على قدر التحدي. دايما لما بيكون خصمك قوي او خصومك او المنافسين ليك يعني فرق محترمه وقويه كل ما تبقى الفرحه اقوى. بس انت يمكن تعرضت لهزيمه في البدايه يمكن تاني او تالت ماتش من سموحه وكان بونت. تمام. بس انت فضلت متمسك بالامل انت واللاعبين يا كابتن. تمام. كنت بتعمل ايه؟ كنت بتكلم اللاعبين تقول لهم ايه بعد خساره سموحه الاول؟ ايه هي دي كانت اصعب حاجه في البطوله ان انا مهيئهم قبل البطوله ان احنا يعني ان شاء الله مديهم ثقه ان احنا لو في فرقه ممكن تكسب الخمس ماتشات فهي فرقتنا احنا بس. مفيش فرقه ممكن تقدر تكسب الخمس ماتشات غيرنا. طب ليه قلت كده؟ قلت كده لان عشان اديهم ثقه كفايه ان هم الخمس ماتشات ممكن يبصوا لها لان هم اول سنه يلعبوا جمهوريه تقريبا لان في ال 14 سنه الكورونا لغتها. في ال 14 كان الكورونا اتلغت. فكنت عايز اديهم ثقه بقدر الامكان وما يحسوش برهبه ان الخمس ماتشات عشان ناخد البطوله واسامي. فالحاجه الثانيه عامل حساب ان لا قدر وقعنا يبقوا عارفين ان يبقوا حاسين ان الفرق كلها هتقبض بعض لسه مش الفرقه اللي كسبتك هي اللي هتاخد البطوله. لا فالحمد لله وده قدر يعني يخليني ستيبل في كلامي معاهم ويبقوا متاثرين فيه بعد الخساره ان احنا خسرنا تاني جيم وكان قدامنا ثلاثة جيم تانيين صعبين جدا. فلو خرجوا ذهنيا بره البطوله او حسوا ان هم وقعوا كانت هتفرق كتير قوي. هنخرج بره المنافسه بدري. بالظبط كده. فالحمد لله ربنا كرم. تاني جيم على طول كان جيم صعب جدا خلصان برضو في اخر 30 ثانيه مثلا مع نادي الجزيره. نادي الجزيره فرقه محترمه جدا. والحمد لله الجيمين الاخر بقى الاتحاد وسبورتنج لما رجع المكسب انت عارف مكسب بيجيب مكسب. فالاستعادوا الثقه الحمد لله كسبنا المباراتين بقى كده وانتظرنا نتيجه الزمالك وسموحه وجاءت هديه السماء الفوز يعني الزمالك على سموحه.